تناول رئيس تحالف الشباب من أجل السلام والتنمية محمد المهدي عبد الرحمن الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وذلك عبر البيان الصحفي الذي قدمه اليوم. أخواننا التجار وبالأخص المسلمين، ممانا رمضان أي شغل طمنا يطلع، تاجر بيبيخ ممانا معقولات ولا كم هنا لباس ولا كم يبقى أنا شغل آخر في ممانا رمضان بيبيع بوتي. وفي وقت أنا رمضان كم دخلنا بمرقة بتشكي ما قال لي للسكان. يا أخوانا أنا رميت مسلم، أخوانك صايمين في ممانا صيام تبيع شغل تشكي ما لنا شغل قاسي ده. هل يا أخوانا شغل لا شغل لا في شريعة الإسلام كي شغل لا ما صحي. الاتديا يا ما تلفت غوفرنما ها ولا انتم بورس بورس يقول أنا إيه موان انتم انا اي موارا شنو عشان لك كلام انا الكريس غروز ما في حكومة ذات كل كونسيا اغلى جايد فوق مش الاول وقت غروز جايد ده سي سبات انا اتديان تو اي وقت جايد ميما مش لانا انا ناسا هناسا كوما صافي انت جات تالي بانا 6 شهر ينتو كنا شهر مره ما دام شغل ما في دخل لنا يامات الفاتو يقول الانسيان شرشر دول فاتو غريف غريف انا مال فاتو ماشين وانا غريف ده ماسي سي يطالب شغل من حكومة كله البلاتفورم دا اي كومبري السينيكس انام دا كله جاي في البلاتفورم الفونداسيون كران كيري ياما تلفات ماشا سوا تتورني فير كوتيانا موين شاري يعني المهم لي مساكين كوا دونك شغل لا هاول لنا دوانا دورنا يعني فوق اللي كونتيني في ايلا انا مالا سانا فونداسيون كران كيري ماشا جاي سعيد لي مساكين دا فريمان نشكر كتير لي الفونداسيون.